مساء الخير مشاهدي ومتابعي قناة الدومري، وياكم ديار. هذا الفيديو موجه للأشخاص اللي يريدون يتعلمون اللغة الهولندية. أولا قبل كل شيء أعرفكم عن نفسي، أنا ديار الطالباني، صار لي 4 سنوات أعيش في هولندا. خلال فترة زمنية قصيرة قدرت أنه أتعلم اللغة الهولندية بصورة جيدة. خلال هذا الفيديو أشارككم تجربتي الشخصية في تعلم اللغة الهولندية خلال 4 سنوات هنا في هولندا، من مستوى A1 إلى حصولي على الامتحانات الستاتس إكسامز. طبعا بداية تعلم اللغة الهولندية ترجع إلى أيام الكامبات. بدأت تعلم اللغة الهولندية من بداية وجودي في هولندا، مساعدة أشخاص متطوعين في الكامبات. علما ما كان عندي إقامة، والكورس اللي أنا كنت أخذه هو كورس كان للأشخاص اللي ما كان عندهم من إقامات، كورس ابتدائي جدا، معلومات أو شغلات ابتدائية جدا، لكن تعلمت منها الكثير والكثير. إن شئت تعرف من البداية بأنه اللغة أهم عامل للاندماج. بدون لغة ما راح تحصل شيء، وما راح تقدر تواجه الصعوبات، خصوصا انك تعيش في بلد جديد، قوانين جديدة وثقافة جديدة، وبنفس الوقت ما راح تحصل العمل المناسب. من خلال هذا الفيديو راح ألخص لك أهم العوامل المساعدة في تعلم اللغة الهولندية حسب تجربتي الشخصية. طبعا التجربة الشخصية يختلف من شخص لآخر، لكنه الأساسيات تبقى نفسها. أهم عامل، والعامل الأول هو عامل الرغبة. فكل شخص يسأل نفسه، أنت عندك رغبة أنه تتعلم اللغة الهولندية أم لا؟ فالسؤال الجواب إذا نعم، يعني تقدر يعني تتواصل تابع هذا الفيديو للأخير، وإذا لا صراحة منا أنت راح ما تتابع، ويجوز أصلا ما يهمك عنوان الفيديو أصلا. فأهم عامل هو عامل الرغبة. أنت مستعد تسوي المستحيل حتى تتعلم اللغة الهولندية؟ مستعد عندك الإصرار والعزيمة حتى تتعلم هاي اللغة أم لا؟ هذا السؤال مهم جدا، كل شخص لازم يسأل نفسه، تريد تتعلم هاي اللغة أم لا؟ هذا العامل الأول. العامل الثاني، تعلم ثقافة جديدة. هل أنت مستعد تتعلم ثقافة جديدة؟ إخوان، اللغة جزء من ثقافة مجتمع. إذا تريد تتعلم اللغة بصورة جيدة، اللغة الهولندية، لازم تتعلم أيضا ثقافتهم. المقصود من الثقافة العادات والتقاليد، اللايف ستايل للهولنديين، مناسباتهم، أكلاتهم، يمتى يأكلون، نوع أكلهم، حتى الأقوال، الأمثال الهولندية هي جزء من ثقافة مجتمع. حاول تتعلم هاي الشغلات. الأخيرة أكد عليها الأقوال الهولندية. لو تلاحظ المؤتمر الصحفي لمارك روتا دائما يستخدم كمثل هولندي، مو بس مارك روتا، طبعا هاي بالمقابلات الرسمية وغير رسمية، الشخص العادي بالشارع يستخدم نفس المثل. فإذا أنت مدى تتعلم هاي الشغلات، إذا أنت مدى تدبرها هاي الأمثال، مدى تعلمها، وإذا ما تعرف يمتى تستخدمها راح تضيع بالمحادثة. فأكد على هالشي، حاول تفهم هاي الأقوال، حاول تقرأها تعرف يمتى تستخدمها، وإذا تسمعها من هولندي رأسا تعرف أنه هو أو هي شنو قصدها. طبعا لتعلم هاي الأقوال الهولندية ممكن راح نسوي بالمستقبل حلقة على هاي أو فيديو آخر على الأقوال الهولندية، لكن نفس الوقت إذا تريد تتعلمها في كتب، نعم كتب تقدر أونلاين تدبر هاي الكتب، تلقى هاي الكتب، وراح أخلي لك بصندوق الوصف أسماء كم كتاب أنت راح تستفاد من عليها. فأكد على هاي الأقوال والثقافة، حاول تتعلمها، مو بالضرورة أنت تسوي مثل ما هم يسوون، لكن على الأقل حاول تتعلم هاي الثقافة. العامل الثالث، فرضا لو أنت عندك رغبة تتعلم لغة، وبنفس الوقت عندك رغبة تتعلم ثقافة جديدة، لكنه أنت ما عندك تواصل مع الهولنديين، فعامل الثالث يصير
التواصل مع الهولنديين، كيف تتواصل مع الهولنديين؟ صراحة هذا مو بشيء صعب، تقدر أنت تتواصل مع الهولنديين حتى ولو أنت ما عندك أصدقاء هولنديين. أخوان في كل منطقة، في كل ريخيو، في تالهاش، في كل مكتبة أو بيبليوتيك في تالهاش، حاول تتصل بيهم. طبعا تقدر أونلاين تلقى موقعهم، الموقع الإلكتروني أو الإيميل مالهم أو رقم التليفون، حاول تتصل بيهم. شنو وظيفة التالهاش؟ طبعا التالهاش بالنسبة للأشخاص اللي يريدون يتعلمون اللغة الهولندية، هم راح يساعدوك. شنو راح يساعدوك؟ في كل تالهاش حسب معلوماتي، يعني أتكلم حسب منطقتي هنا في زيلاند، في التالهاش عندهم التال كافيه وعندهم ليش كلوب. التال كافيه والليش كلوب، الغرض من هاي التال كافيه والليش كلوب هو دعم الأشخاص اللي يريدون أو مساعد الأشخاص اللي يريدون يتعلمون اللغة الهولندية. فأنت راح تروح تقعد مع أشخاص هولنديين متطوعين راح يساعدوك باللغة، وكل أسبوع راح تتكلمون على موضوع معين. طبعا بسبب كورونا الشيء حاليا ما ممكن، غير ممكن، لكنه في عندهم أونلاين، واني لحد الآن أشارك مع التال كافيه وكل مرة أتعلم شيء جديد. طبعا بغض النظر أني يعني بسوي ستاتس إكسامس، بحاصل على الامتحانات ستاتس إكسامس، لكن نفس الوقت اللغة مو بسهلة انه تحصل شهادة وخلاص، انت يوميا لازم تتعلم شغلات جديدة، واني لحد الان كل يوم اتعلم واكتشف شغلات جديدة باللغة وايضا بالثقافة الهولندية. العامل الرابع، الممارسة اليومية. احبة المشاهدين والمشاهدة، اذا انت او انت او انت عندك رغبة أو عندك رغبة في تعلم اللغة الهولندية، بنفس الوقت عندك رغبة في تعلم الثقافة، وبنفس الوقت تريد تتواصل مع الهولندي، لكن ما عندك ممارسة يومية، أنت راح تنسى شيء فشيء. حتى لو عندك الرغبة، حتى لو تسوي كل شيء، فالممارسة اليومية، اللغة، تعلم لغة جديدة، حال تعلم أي شغلة جديدة، أنت إذا ما تمارسها يومية راح تنساها شيء فشيء. فحاول تمارس اللغة يوميا. على سبيل المثال الأشخاص اللي أبنائهم أو بناتهم بالمدارس الهولندية، الأطفال يتعلمون أسرع من عندنا، حاول يعني تتكلم أو حاولي تتكلمين ويا ابنك أو ابنك بالهولندي. في أشخاص يقولون إحنا لا مو لغة الأم، راح ننسى لغة الأم، أنت ما راح تنسى لغة الأم. على سبيل المثال أني لغة الأم لغة كردية وقاعد أحكي وياك باللغة العربية، أنت لغة الأم ما راح تنساها، هاي شغلة يعني خليها ببالك. لكن المهم تتعلم الشغل اللغة الجديدة، يعني انت بعيش في هولندا كل شغلاتك راح يكون بالهولندي، دراستك، تواصلك مع الآخرين، تواصلك مع الأصدقاء بالمدرسة إلى آخره، بالشغل، بالسوبر ماركت، فأنت راح يكون تواصلك باللغة الهولندية. فحاول تطور هاي عن طريق الشغلات اللي عندك مثل ما قلت. حتى إذا ما عندك مثلا الشخص يعني تحكي وياه، حاول انه تسمع الراديو بالهولندي، تسمع القنوات الهولندية، فحاول كل يوم تتعلم شيء جديد، تكتشف شيء جديد باللغة، وحاول تمارسها، يعني تحاول تستخدم هاي الكلمات بالمحادثة. العامل الخامس، اختيار المدرسة. المدرسة دورها مهم جدا في مسألتين، اولا تحديد مستواك، ثانيا وضع خارطة الطريق. طبعا تحديد مستواك، انت لما تروح على اي مدرسة راح يسوي لك امتحان يحددون مستواك، كل مستواك مثلا A او A2 او B1، فمهمة جدا انه حتى تعرف مستواك انت، مستوى اللغة مالتك. والشيء الثاني هو خارطة الطريق، على سبيل المثال يقولون لك راح اخلي لك برنامج من الى كذا، فانت تعرف انه شنو عليك راح تسوي. ومرات يحددوا لك يقولون مثلا انت ضعفك في الليزن او ضعفك في السبريكن او ضعفك في اللاشترن، فهذا مهم جدا حتى تعرف نفسك، تعرف مستواك. لكن بنفس الوقت المدرسة صراحة مو كل شيء. المدرسة يعني دور المدرسة راح يكون 30% و 70% يبقى عليك انت، يعني
ممارستك اليومية مثل ما ذكرت لك، طبعا بجانب الدراسة، الدراسة الخارجية أو المحاولات الخارجية، التواصل مع الهولنديين. فحاول يعني لا تعتمد على فقط المواد الدراسية، حاول بجانب المواد الدراسية أنت يعني توسع تعليمك، توسع محاولاتك، طبعا من خلال كتب خارجية أو من خلال متابعة برامج. فهاي الشيء كلش مهم جدا، انه مو فقط تعتمد على الدروس. طبعا بالمدارس في نوعين من الدروس، في درس جماعي ودرس خصوصي. انا شخصيا بالبداية بعد درس جماعي وبعدين درس خصوصي. طبعا لكل نوع من هاي الدروس مزايا وعيوب. على سبيل المثال الدرس الجماعي تكون ارخص وممتع، امتع لانه انت مع مجموعه اشخاص، مرات 8 اشخاص او 4 او 5، فانت مع جماعه وراح شيء مهم جدا راح تتعلم من اخطاء زملائك. بالمقابل الدرس الخصوصي اغلى من الدرس الجماعي، لكن راح تستفاد اكثر لانه تركيز المدرس هنا يكون على طالب واحد وهو انت مع المدرس او المدرسه. فإذا تريد مثلا أنت يعني تتعلم من أخطاء أصدقائك وما تدفع هواية، فأنا أقول لك لا، اختار الدرس الجماعي. لكنه إذا أنت تريد صراحة تريد تطور لغتك، يعني توصل للستاتس إكسامس بيئين أو بيتفي، فبرأيي أنه الدرس الخصوصي راح يكون أفيد، لكن أقل متعة وبنفس الوقت أغلى من الدرس الجماعي. العامل السادس، متابعة قنوات أو برامج هولندية. تعلم أي لغة جديدة ومن خلال الممارسة اليومية راح تصبح في وقت من الأوقات نوعا ما مملة، فأنت حاول تحليها، حاول تحلي هالشي حتى تقدر تستمر. شون؟ على سبيل المثال كل شخص عنده اهتمامات وهوايات، تذكرت كل شخص عنده اهتمامات وهوايات. فأنت على سبيل المثال شنو اهتمامات؟ أنت مثلا تتابع كرة القدم، حاول تتابع كرة القدم على القنوات الهولندية بالتعليق الهولندي. ليش؟ لأنه الشغلة أصلا هي مو جديدة عليك، تعرف أسامي اللاعبين، ولكن من خلال التعليق الهولندي تتعلم كلمات جديدة، وبنفس الوقت يعني يطلع لك بالشاشة معلومات، طبعا معلومات بصورة عامة هي باللغة الإنجليزية، لكنه في قناة الإحصائيات يطلعوا لك إياها باللغة الهولندية. فأنت هنا حتى هنا وأنت تستمتع بالمباراة راح تتعلم كلمات جديدة، وحاول تكتب هاي الكلمات. أو شخص آخر اهتماماته سياسية، حاول تتابع القنوات الهولندية السياسية اللي تتكلم عن السياسة. طبعا هاي القنوات وهاي البرامج راح اكتب لك اياها بالصندوق الوصف. فحاول تتابع هاي البرامج، لا تتابعها باللغة العربية على سبيل المثال، لانه يعني كلنا نعرف انه انت خلاص انت تتكلم عربي، او لا تتابعها باللغة الكردية او باي لغة اخرى، تابعها باللغة الهولندية. او انت تحب اغاني، في على اليوتيوب طبعا في أغاني هولندية مترجمة إلى العربي، فحاول تتابع هاي الأغاني. أنا شخصياً مترجم كم أغنية على الفيسبوك مالي، لكنه باليوتيوب اكتب أغاني هولندية بالعربي، جيلك هواي أغاني تقدر تتابعها بنفس الوقت تستمتع بالأغنية، وأيضاً تتعلم شيء جديد إنه الغزل بالهولندي أو العتاب بالهولندي، فتتعلم حتى شغلات جديدة هي أيضاً جزء من الثقافة الهولندية. العامل السابع، تقبل أخطائك واعرف مستواك. شو؟ إذا تريد تتعلم لغة جديدة صدقني أنت لازم تخطأ، وإذا ما تخطأ ما راح تتعلم. فإذا مرة من المرات في أي محادثة ما قدر توصل الفكرة، خلاص عادي جدا تقبل هالشيء، أنت شخص
تريد تتعلم لغة جديدة، والأخطاء جزء من هاي المرحلة. فتقبل هذا الشيء ولا تصيب بخيبة أمل. عادي جدا، كل شخص تعرف إلى هذا الموقف، إنه تعرض لموقف محرج، ما تفهم الشغلة، ما سمعت الشخص المتكلم أو بالمحادثة، أو عندك في محادثة بالعمل، فحاول تتقبل هالشيء، وشيء جدا عادي. لكن بنفس الوقت اعرف مستواك. شنو القصد بأنه تعرف مستواك؟ الهولنديين بصورة عامة إذا يشوفون واحد جديد يتعلم لغة هولندية، فهم يحبون يعطوك دفعة معنوية، فيقولوا لك على سبيل المثال، أو يعني أنت هولنديتك جيدة مثلا. على سبيل المثال، أنا شخصيا مرات بالقطار أتكلم مع امرأة أو رجل، فالامرأة عادة ما تقول فات سبيك تو خود نيلون سيخ، فهاي الكلمة تسمعها هي حلو، اشكرها بأنه شيء حلو، أنه هي تعطيك دفعة معنوية. لكن بنفس الوقت اعرف بأنه هذا مو كل شيء. أنا مرات أسمع هذا الشيء وأفكر أنا خلاص تعلمت هولندي وهسه أكسر جو وكذا، لكنه تشوف بعد يومين عندك سبريك، تجي لك كلمات جديدة وانت بالحلم ما سامع. فدير بالك على هاي النقطة، انه تقبل أخطائك واعرف بنفس الوقت مستواك. فإذا أخطأت لا تصيب خيبة أمل، وبنفس الوقت إذا شخص مدحك أو طاك دفعة معنوية، يعني لا تقول خلاص أنا تعلمت هالشيء. واني شخص قدامك، انا بكمل ستاتس اكسامس وكل يومية اتعلم شغلات جديدة، وكل مرة بكل خسبرك تجي لي كلمات جديدة انا اصلا ما سامع بيها. العامل الثامن هو العمل التطوعي. طبعا هذا العامل يتصل اتصال مباشر بالعامل الثالث، الا وهو التواصل مع الهولنديين. يعني العمل التطوعي ممكن يكون جزء من التواصل مع الهولنديين. طبعاً أشخاص يسألون إنه ليش العمل التطوعي؟ العمل التطوعي مهم جداً للأسباب التالية. أولاً، يعني العمل التطوعي المجاني راح يعطيك شعور معنوي جيد جداً، لأنه أنت تقدم خدمة مجانية للمجتمع اللي أنت جزء منه. جزء من هذا المجتمع اللي انت تدير عليه تقدم لهم خدمة مجانية. طبعا هذا السبب الأول. السبب الثاني، في قطاع العمل مهم جدا اذا انت تقدر تذكر في السي في مالتك او بالسوليستاتي خسبرك، لانه انت سبق وانا قمت بالعمل التطوعي المجاني. مهم جدا طبعا في تقوية السي في، وايضا في زيادة فرصك على الحصول على العمل اللي يناسبك في المستقبل. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، تقوية اللغة. العمل التطوعي راح يساعدك في تقوية اللغة. ليش؟ انت راح تشتغل مع اشخاص متطوعين، يعني حاله بحاله. الشخص المتطوع يعني مؤكد راح يكون عنده روح المساعدة، فراح يساعدك من ناحية اللغة، من ناحية الاندماج، من ناحية تعلم الثقافة الهولندية، المجتمع الهولندي كيف تندمج بيه. فهذا العامل مهم جدا. في أشخاص أعرفهم أو أسمع مرات إنه في أشخاص يقولون إنه لا، أنا يعني ما أتعلم لغة إلا لما أروح أشتغل. لما أروح أشتغل يعني شغل بالمقابل، يعني الشغل بالمقابل المادي، لما اروح اشتغل راح اكتسب اصدقاء وراح اقدر اتعلم منهم. صراحة اني ما انصح بهذا الطريقة. ليش؟ لانه انت لما تروح تشتغل لشركة تجارية معينة، الشركة التجارية راح تطلب من عندك انتاج خلال فترة زمنية محددة. يعني ترى ما راح يكون عندك وقت انه تسأل اصدقائك، وبنفس الوقت اصدقائك ايضا هم ما عندهم وقت انه يجاوبوا او يساعدوا. وورا الشغل يعني كل واحد يروح البيت. فاني انصح دائما بالعمل التطوعي. اذا عندك مدرسة على سبيل المثال، اذا ما عندك شغل بجانب المدرسة تقدر تسوي عمل تطوعي. لكن دير بالك انه العمل التطوعي
المقصود بالعمل التطوعي حاول انه يكون بالهولندي يسموها وين وين سيتويشن. شنو هو الوين وين سيتويشن؟ يعني راح لازم يكون مفيد لك كمتطوع وايضا مفيد له. انت راح تقدم خدمه معينه لكن حاول خلال هاي الخدمه تتعلم شيء جديد. يعني انت ما تروح بالحديقه تشتغل كل يومي يعني جهد يعني عمل بدني فقط، انه ما تتصل مع اشخاص اخرين، لا تقدر تشرب قهوه مع شخص معين او تتعلم تسوي محادثه كلمات جديده، يعني تستكشف شغلات جديده بالمجتمع الهولندي. فانصحك دائما حاول يعني تجيد العمل التطوعي المناسب لك. يعني دائما لا حاول انه يكون العمل التطوعي في مكان انه تقدر تتواصل مع الهولندي وتتعلم لغتهم وايضا ثقافتهم. احبتي المتابعين والمتابعات، طبعا هذا كان ملخص لاهم العوامل المساعده في تعلم اللغه الهولنديه في هولندا حسب التجربه الشخصيه. فتريد تشاركنا بتجربتك الشخصيه، عندك اضافات تريد تضيفها حاول تحطها بالتعليقات، وكل المصادر وكل الشغلات اللي انا ذكرتها بالفيديو راح نذكرها في صندوق الوصف. تحياتي لكم. ونقطة أخرى، أي شخص أي واحد أي واحدة تريد مساعدة، شخص يسوي ستاتس إكسامس أنت تفاي بي أين بي تفاي يحتاج مساعدة أو شيء كذا، أنا بالخدمة بدون أي مقابل. راح أحط إيميل مالي في صندوق الوصف، تقدرون تواصلون وياي طبعا حسب وقت الفراغ. إذا كان عندي مجال وقت الفراغ راح أجاوب.